الحياة ايش هي يا صاحب غير مجموعة مشاوير، عيشها رغم المتاعب، عيشها من غير تفكير. والحياة ايش هي يا صاحب غير مجموعة مشاوير، عيشها رغم المتاعب، عيشها من غير تفكير. قوموا وتحدى المصاعب وفرد جناحك مطر. الحياة ايش هي يا صاحب غير مجموعة مشاوير، والحياة ايش هي يا صاحب غير مجموعة مشاوير. أول حاجة تخطر بباله الأكل. رد قلبي في مكانك هذا عالمنا وخيانا. بالأمل عيشها وحاسب لأجل بكرة تشوف تغيير، وخلي دعمك للمواهب تنعم الأوطان بالخير. بالأمل عيشها وحاسب لأجل بكرة تشوف تغيير، وخلي دعمك للمواهب تنعم الأوطان بالخير. قل من الأعماق يا رب إن بعد العسر تيسير. والحياة إيش هي يا صاحب غير مجموعة مشاوير، والحياة إيش هي يا صاحب غير مجموعة مشاوير. هل هم خمسة أو خمسة أو خمسة؟ والله اللي بغيتها خمسة، ما بغيت ستة. اللي بغيتها أعطيهم من ألف. أضرب أضرب كنك. إن بعد العسر تيسير. والحياة إيش هي يا صاحب غير مجموعة مشاوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم مشاوير. برنامجنا مشاوير عبارة عن رحلات من محافظة إلى محافظة، ومن مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية. فعشان كذا قررنا نخلي هذه الحلقة اليوم حلقة مفتوحة، واجهنا العديد من المصاعب والمشقة في طرق السفر من محافظة إلى محافظة، ومن مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية. لذلك جعلنا هذه الحلقة حلقة مفتوحة في طريق السفر، ونرويكم معاناة المواطن اليمني في التنقل من محافظة إلى محافظة، أو من قرية إلى قرية، أو من مدينة إلى مدينة. أعزائي المشاهدين، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بالمشوار السياحي، اللي ما بيكون سياحي خالص، بيكون عبارة عن مشوار في متاعب السفر والمشقات التي يواجهها المواطن اليمني. نبدأ الحلقة. يقولون لا يتعلم الإنسان شيئا إذا ما بقي في بيئته، فللسفر فوائد كبرى كاكتشاف العالم والبيئات المحيطة به، والحصول على خبرة حياتية ومعارف جديدة لن تتعلمها في كتاب أو حتى دراسة. والهدف الأهم هو التعرف على ثقافات جديدة مختلفة عنك وعن ما عايشته في مدينتك أو قريتك. في مشاوير أحببنا أن نقدم لك جزءا من تجوالنا في مدن اليمن، علها تلهمكم لشيء ما أو تحفزكم للخروج من دائرتكم التي عشتم أغلب حياتكم فيها. الخروج من تلك الدائرة واكتشاف العالم هو هدفنا، لذلك خضنا المغامرة لكي نقدم لك المعلومة من الأشياء التي تصقلك في الحياة.
وتعطيك خبرة حياتية. هي المشقة في السفر، أو ما نسميه بوعثاء السفر، ولكن صعوبة الطريق ووعثائها ليست مشكلة، بل هي متعة إذا ما أخذتها من جانب التجربة الحياتية الذي أشرنا إليه سابقا. إن خوض المغامرة يتطلب جراءة، والجراءة تتطلب شخصية قوية تريد التغيير والخروج عن المألوف والروتين. مهما وصفت فوائد السفر فلن تكون مفيدة إلا إذا جربتها أنت، وبعد المشقة تأتي الخبرة، والخبرة تجلب الراحة. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من جديد في فقرة مشوار الجوائز. أعزائي المشاهدين، فقرتنا اليوم من أحد الأسواق التجارية في محافظة عدن. تعالوا معنا ونشوف السؤال الأول، خلوكم معي. أعزائي المشاهدين، نفتتح فقرتنا من مشوار الجوائز مع أول متسابق، عرفنا بسؤال. عبد الله وليد. يا عبد الله وليد، معي لك سؤال، إذا جاوبت صح بتفوز معي ب 30,000 ريال يمني مقدما برنامج مشاوير، حلو ولا مش حلو؟ حلو. السؤال يقول: ما هو أصل كلمة بترول؟ أصل كلمة بترول؟ من أي لغة؟ أو من فين أجت كلمة بترول؟ أنت قلت لي ابدأ فيبي، أنا بجاوب. حبيبي. أيوة. واصل بترول. طيب. فسرها. كلمة بترول. بيت رول 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 ايوه تمام، بس البيت هذه ما ادري من فين بتكوين. ايوه. طيب لحظه، نقول يعني كلمه يعني اجت من الهند. من الهند اكيد. ان شاء الله اثبت. قول. قول لك الف مبروك ان شاء الله. شو يفوز ولا ما تشوف يفوز؟ شو يفوز؟ سلم علي اشياء قوه تحيه له. الف مبروك يا طقرة. اعزائي المشاهدين، نشوف متسابق اخر، خليكم معي. يلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفني اسمك. عبد الله حماد الجبار. يا عبد الله، معي لك سؤال، إذا جاوبت صح بقول لك ألف مبروك فزت معي ب 30,000 ريال يمني. ولا عليك أمر أمر. ما هو أصل كلمة بترول؟ ما هو كلمة أصل؟ ما هو كلمة أصل؟ ما هو هو أصل كلمة بترول؟ بترول نفط صح؟ أو النفط. ما هو أصلها؟ إيش أصلها؟ أصلها تساعد السيارات، تحرك السيارات. أصلها من فين أجت الكلمة؟ أصلها من اليمن. من اليمن؟ عدن. اليمنيين هم اللي اخترعوا بترول؟ مش اليمنيين، أصحاب برا، الأجانب. أيوه. الأجانب. فين أجت كلمة بترول؟ كلمة بترول من داخل عدن، النفط حقنا. نفط المينا والمصافي كل حاجة. أنا بقول لك شفين يجي النفط. كلمة بترول. كلمة بترول. إيش أصلها؟ من فين أجت؟ ليش من دولة؟ أو من أي قارة؟ أو من فين؟ مأرب. من مأرب؟ أيوه. لا من اليمن، من اليمن. من اليمن. اليمن من عدن. معلن. ايوه اثبت. ايوه ثبت. اثبت. ايوه ولا لا ابو حرب. ولا همك من معرف. من معرف حظ وفرح حبيبي. هذه يا زلمه عبد الله احمد حات. يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا حاج؟ والله الحمد لله، احنا في نعمه الله. في الحمد لله. شهرك مبارك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم طيبين ومرتاحين، وقال الحكومه حقنا ان تكون بحسن الحال. اللهم امين. يا حاج عرفني اسمك. ها؟ اسمي ثابت محمد الخضر. من وين؟ من يافع. والله والنعم. حياك الله. يا حاج، معي لك سؤال، اذا جاوبت صح بقول لك الف مبروك فزت معي ب 30,000 ريال يمني. ماشي، انا اللي اساله ماشي بعرف لها. لا لا بتفوز. ايش يشتغل يا حاج؟ اشتغل بهني بناي. 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 طيب معي لك سؤال، تعرف البترول ولا لا؟ كم ما بعرف البترول. طيب اصل كلمه بترول من فين اجا؟ ها؟ اصل كلمه بترول من فين اجا؟ حاجة من زمان، اسمه هذا العالم كله بدا من فين اجت كلمه بترول؟
يشتروا الأقلام من الأجانب. الأجانب؟ طيب أنا بعطيك خيارات، هل هي كلمة لاتينية أو كلمة لاتينية أو كلمة لاتينية؟ هذا أنا مثل ما تقول أمي. لا لا أعطيتك خيارات وغششتك. ها ركز معي، هل هي كلمة لاتينية أو كلمة لاتينية أو كلمة لاتينية؟ لاتينية؟ أيوة. أو كلمة؟ لاتينية أو لاتين. كلمة لاتينية؟ أخي أنا الكلمة كلمة غير واحدة، لاتينية هو لاتيني. أيوة يعني أنت بتختار إيش؟ ها؟ إيش الجواب الصحيح؟ لاتيني. لاتينية؟ أيوة. من غششك يا حاج؟ ماشي غششني ولا غششني إلا واحد أحد. واحد أحد؟ أنت اللي بتسألني. إيش اسمك مرة ثانية يا حاج؟ اسمي ثابت محمد هضر. يا عم ثابت يا شباب الشيء قوة، تحية العم ثابت. ألف مبروك 30,000 ريال يمني مقدمة بالله. حياك الله. الله يحفظك. الله يرضى عليك. الله يخليك. أعزائي المشاهدين ننتقل إلى سؤال آخر، خلوكم معي. الله يحفظك يا عم ثابت. الله يخليك. تشرف فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله الله يحفظك. شهر مبارك يا عمه. كل سنة وانت طيب. رمضان كريم. كيف رمضان معكم؟ والله الحمد لله الأمور طيبة. الأمور طيبة. الحمد لله. كيف رمضان معك أمي؟ تمام، سمبوسة وباقية وشربة و تعبوك بالطباخ؟ أكيد السامان والسامان. هذا ولدك صح؟ إن شاء الله. عرفني باسمك. محمد سعيد. محمد سعيد العجيبي. أم محمد. أم محمد. يا أم محمد ويا محمد. معي لكم سؤال. تفضل. إذا جاوبتوا صح بتفوزوا معي ب 30,000 ريال يمني مقدمة برنامج مشاوير. إن شاء الله. حلو. إن شاء الله. طيب تعرفوا الغزال؟ ما هو اسم أنثى الغزال؟ أنثى الغزال. محمد سهل، أعتقد إنه سهل. غزالة. لا. أنثى الغزال لا والله، ماشي معلومة. هو اسم يعني مشهور، كيف أقول لكم؟ أشيكم تفوزوا؟ صح ريم. ريم. لا ريم ولا المها. المها لا. أنثى الغزال لها اسم. اسم إمارة بالإمارات. شفتكم؟ شرق أبو ظبي. اسمها؟ شرق. أنت الآن ذكرتها. شرق. إيش عاصمة الإمارات؟ عاصمة الإمارات. أبو ظبي يعني؟ ظبي أبو ظبي ظبي ظبية ظبي ظبي أو الظبية؟ ظبية. ما هو اسم أنثى الغزال؟ ظبية. الظبية أو الظبي. حلو حلو. طيب تشوفوا إن إجابتكم صح ولا غلط؟ والله إذا تهبل علي أنت أم محمد إيش تشوفين؟ والله أنت عديتنا مقدمات. مقدمات؟ أيوه. ولمحت لكم. ولمحت لنا. وأنا أشتيكم تفوزوا معي. إن شاء الله. وأشتي أقوى تحية من الموجودين، ألف مبروك. 30,000 ريال يمني مقدمة برنامج مشاوير. شهر مبارك وعام بخير. كل عام بخير والجميع بخير إن شاء الله. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين ننتقل إلى سؤال آخر، خليكم معي. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. شهر مبارك وعام بخير. انتوا بخير. اشتغلوا هنا؟ ايوه. عرفوني باساميكم. رنا مرفت. رنا ورفت. معي لكم سؤال، اذا جاوبتوا صح بقول لكم الف مبروك فزتوا ب 30,000 ريال يمني ان شاء الله. كلام الصحابه ماذا يطلق على كلام الصحابه؟ الرسول يقول حديث صح ولا لا؟ كلام الصحابه ايش يقولوا له؟ سهل جدا. أقرب لكم. لما الإنسان يكون جالس في مكان ويروح إيش يقولوا؟ راح وبقى؟ الأثر. يعني إيش سمى كلام الصحابة؟ الأثر. أثر. أيوه. أثر. أثر. هل أنتم متأكدين؟ من غششكم؟ ما حد غششكم؟ لا. اعترفوا. ما حد غششكم؟ لا. طيب للأسف كان ودي انكم تفوزوا معي، بس انتم فزتوا معي. صفقوا لهم يا شباب، صفقوا لهم، ما حد يصفق لكم في عنصريه ضد المراه. الف مبروك 30,000 ريال يمني مقدم برنامج مشاوير. شكرا. شكرا. اعزائي المشاهدين ننتقل الى مكان اخر، سؤال اخر، خليكم معي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عرفنا اسمك.
لياز احمد محمد عبد العزيز. نياز. لياز. لياز. ايوه نعم. ايوه. طيب يا لياز بعي لك سؤال، اذا جاوبت صح بقول لك الف مبروك مستمعي ب 30,000 ريال يمني ان شاء الله. السؤال يقول: ما هو الغاز المسمى بغاز الضحك؟ غاز الضحك ده سؤال جديد ده. ما اعرفش. حاول. شيك تفوز معي. غاز مسمى بغاز الضحك. ايوه. عرفنا احنا الغاز مسيل للدموع. غاز الضحك ما شفته، ما سمعتش عليه من قبل. عارف غاز مسيل؟ ولا شفته؟ ولا شفته. غاز مشهور. مش معقول يكون الغاز الطبيعي. لا بيضحكك ذاك خلقك. غاز مسيل الدموع، الغاز الطبيعي. ما فيش غير ذون الغازات يعني عندنا. الغاز حق المشروبات. ايش ماك انت؟ لياز. انا قلت لك البداية ايش؟ نياز. الاسم مقارب لكذا. غششتك يعني تغشيشة قوية. لياز و... يعني سؤال فريد من نوعه يعني. غاز سب... غاز الضحك. اخر محاوله معك. هو اسم الغاز يعني في له اسم. في له اسم. ولا لك بسالك ايش اسم الغاز؟ صح يعني. ما فيش يعني ما تركبت الاسم حق الغاز. ما تركبت. اوه. شوف الحلقه لما بتنزل وتعرف الاسم. اكيد ان شاء الله حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عرفني اسمك. معاذ عمر. يا معاذ بعي لك سؤال، لو جاوبته صح بقول لك ألف مبروك فزت معي ب 30,000 ريال يمني مقدم برنامج مشاوي إن شاء الله. كيف معلوماتك؟ نص بنص. تعرف الغازات ولا ما تعرفهاش؟ الغازات دي ايش؟ حمضيات. لا، أنواع الغاز. غاز أهو. طيب، ما هو الغاز المسمى بغاز الضحك؟ غاز؟ المسمى بغاز الضحك. غاز الضحك. غاز مسمى بغاز الضحك. غاز سنتوب. خيارات. لا خيارات لا. غاز أول مرة أسمع على ذا. غاز طبيعي هو ولا سائل ولا؟ غاز من أنواع الغازات. في معك غاز الأكسجين، في معك غاز الهيدروجين، في معك الغاز الطبيعي. غاز الأكسجين. 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 الأكسجين مسمى بغاز الضحك. ليش لما تنفس تضحك أنت؟ تسمع لما تنفس. قال هيدروجين. هيدروجين. ولا النيتروجين. آخر قرار. آخر جواب. نيتروجين. نيتروجين. يمكن. أثبت وأقول لك ألف مبروك. إن شاء الله. أشوفك مرة ثانية. معاد عمر. لا معاد كان ودي انك تفوز معي بس للاسف. عادي معاك اني جربت. مش انك جربت. المحاولة تقول لك شرف. ها؟ المحاولة شرف. ايوه. الله يحفظك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفني باسمك. عمر فضل. يا عمر فضل معي لك سؤال، إذا جاوبته صح بقول لك ألف مبروك فزت معي ب 30,000 ريال يمني. إن شاء الله ليش لا؟ السؤال يقول: ما هو الغاز المسمى بغاز الضحك؟ غاز الضحك. ايوه. البنج. لا غاز حق الاسنان. البنج. ايش غاز البنج؟ هو هو الغاز المسمى بغاز الضحك. يا اخي الا 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 ايش هو؟ الاسنان. نيتروس. ليش؟ النيتروس او الميتروس. الميتروس ولا النيتروس؟ تفرق كثير. نيتروس. النيت. نيتروس. النيتروس. متأكد؟ نيتروس. متى جبت هذه المعلومة؟ إنه الحاجة الوحيدة اللي ضحكك بحق الأسنان لما تزيد البنج. أيوة. تخدر لما تنقص البنج تجلس وهي كا 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 وغير المخدرة والحاجات هذه المعروفة يعني. وإذا قلت لك جابتك غلط. الحمد لله. وإذا قلت لك جابتك صح. عند الله انا عارف انه غاز هذا هو يجي لك النيتروس. فين تشتغل انت؟ انا تلميع سيارات. هنا تلميع سيارات.
في شارع المهندسين. حر ولا مع جهه ثانيه؟ لا حر، راسل سيارات وده. درست؟ الحمد لله. خريج الله على حسب، خلي كليه حربيه. حربيه؟ ما لقيت شغل؟ الحمد لله، يعني في اشغال وفي ده، بس خلي على الله. خريج كليه حربيه وتشتغل في السيارات؟ ايوه، ما في اش حاجه. اذا نوقف المقابله ونجلس معه نساله. خريج سنه كم؟ سنه كم؟ 2000. من 2000 الى 2024. طيب وقف، لانه هي اسرار عسكريه يسموها. خرج ال ما تجيش تتكلم بهذا الشيء. لا بس انا اشتي ابين انه السبب التهميش فقط، ماشي شبيين. ايش سبب التهميش؟ ايش سبب التهميش انه من 2000 الى 2024؟ امر الله، كرسي يدور على قولة لقب يعني الناس الذي هو العاميه فيها. ايش تقدر يعني تتكلم وانت متاثر بالدمع؟ الحمد لله. هل تشوف انك يعني عانيت يعني كيف يقولوا محسوبيه واضطهاد؟ كل الناس عانوا، كل شخص يعني الحمد لله يكون مظلوم، وكل شخص يكون بس الحمد لله يعني الواحد مشي اموره. يلا انا هنا اقول لك الف مبروك. الغاز المسبب او المسمى بالضحك غاز النيتروز. يا شباب الشيء اقوى تحيه بالله، اقوى تحيه. الف مبروك مره ثانيه. عمر فضل عمر، الف مبروك. 30000 ريال يمني مقدم برنامج مشاوير. مالك كذا منصدم؟ شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين ننتقل الى سؤال الحلقه الاخير، خلوكم معي حبيبي يا عمر، تشرف فيكم. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا باسمك. اسمي سامح عبد القاسم. يا سامح كيف حالك؟ تمام الحمد لله، اخبارك؟ كيف رمضان معك؟ اوه لوز اللوز. انا شفتك واحنا نصور وقيت. حلو، شكلك بتفوز معي ان شاء الله. شك تفوز بالراحه ما دام موجود، اكيد بفوز. اوه ده يرقدنا بالكلام. طيب يا سامح معي لك سؤال، اذا جاوبته صح بقول لك الف مبروك، فزت معي 30000 ريال يمني مقدم برنامج مشاوير. حلو. السؤال يقول باب في الجنه يدخل منه الصائمين. وبعدين السؤال الثاني، ايش اسم الباب؟ اسم الباب هذه راحت عليك النظاره. هلا يا بوس، باب الريان. باب الريان؟ هل انت متاكد؟ اوه 100%. كيف اكيد؟ اذا اختك جاتك غلط. هذه النظاره اذا خاطئه. ها؟ النظاره حقيقه خاطئه اذا. النظاره ولا نظرتك؟ لا النظاره حقيقه. كيف؟ يا شباب شوفوا، هل اجابته صحيحه ولا غلط؟ باب الريان. باب الريان، الباب الذي يدخل منه الصائمون في الجنه. اجابه صحيحه. اشياء قوه تحيه. عجبتنا. الف مبروك 30000 ريال يمني مقدم برنامج مشاوير. حبيبي انا فدالك يا شيخ. شهرك مبارك. وانت مبارك كمان. خليك معي هنا ونختم. اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام فقرتنا من مشوار الجوائز، ننتقل الى فقره اخرى، خلوكم معي. الف مبروك. خدمات تمام. رجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين في فقرة كلام الشارع. أعزائي المشاهدين فقرتنا اليوم مختلفة، زي حلقتنا مختلفة بشكل عام. حلقتنا وفقرتنا اليوم تتكلم عن صعوبات الطريق، عشان كذا أجينا قولة السفينة، فرزة الباصات اللي تحمل إلى مارب، إلى صنعاء، إلى البيضة، إلى أب، إلى تعز، إلى حضرموت. وبندردش مع السائقين ومع الركاب وبنشوف معاناتهم، بنحاول ننقلها لكم. أعزائي المشاهدين نبتدأ فقرتنا، خلوكم معي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا باسمك. عدنان عبد أحمد غالب. يا عدنان، احنا في فقرة كلام الشارع من برنامج مشاوير مسلطين هذه الفقرة اليوم او حلقة اليوم بشكل عام عن الطريق وعن صعوبات الطريق للمسافرين. انت مسافر ولا؟ ايه مسافر. الى فين؟ تعز. تعز مدينة. تعز المدينة. نعم. طيب يا عدنان كيف الطريق؟ والله الطريق من حيث هيئة العبد ولا هيئة القريشة، يعني الطريق اولا مكسر، مخرب، محفر، صعب الطلوع، سيارة السنقل هذين يعجزوا، يعني الطريق مقعوث، الاسفلت كله مخرب. هل هذا الكلام من قبل الحرب ولا من بعد؟ طبعا من بعد الحرب، من بعد الثورة، من بعد الحرب. طيب من قبل الحرب كم كان الطريق؟ يعني متقاوش ساعتين من هنا لتعز عبر الشريقة. والان؟ الان لما مشينا الصباح نصل العصر مغرب.
يعني قرابة 7-8 ساعات أكثر أحيانا. أكثر. بالذات عندنا قبل حبش القرية نصل المغرب يعني 10-8-9-10 ساعات كذا. طيب الأمراض، المسافرين كبار السن، وأنت داري إن المطار من هنا، كيف يسووا؟ ربنا يعينهم، لكن هم أغلبهم اللي مقتدرش السيارة خاص. أيوة. أما التنقل هذا تعب فوق المرض، حق الله على من عايصل النول. الله يعين. آمين إن شاء الله. حبيبي تشرف فيه. لنا الشرف إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا اسمك. سامي عبد السلطان. يا سامي سائق ولا مسافر؟ لا لا سائق. ها. إلى فين؟ إلى أب. إلى أب. طيب يا سامي كلمني كيف الطريق معك؟ الطريق مكسر، تقزع فرعين، تعب معانا. كم يستغرق منك الوقت عشان توصل من عدن إلى أب؟ 6 ساعات. والرجعة؟ 6 ساعات. طيب قبل الحرب أيام بالطريق كان تمام، كم كان ياخذ منك وقت؟ ساعتين ونص. ساعتين ونص. ايش اللي فرق الان عن اول؟ السائله فر، زاد المسافه، السائله نقيل. طيب انت كسائق اكيد تصادف معك ركاب من جميع الفئات، كبار السن، المرضى، كيف تسوي؟ طبيعي تحمل عوائل، تدي لهم على منشو، شيابه ضروري تدي لهم على منشو، السفر يحكم حكمه. السفر يحكم حكمه. ايوه. معي كلام تقريبا، ما عاد فيش معي كلام لاني انا مريت في الطريق هذا وشفت المعاناة. الله يوفقك وتشرف فيك. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ يا مرحبا فيكم، حياكم الله. اهلا وسهلا. الله يحييك. عرفنا اسمك. حسين اليافعي. الله يحفظك. الله يحفظك يا حسين. قد سبق لك وسافرت؟ نعم سافرت كثير. إلى فين؟ إلى السعودية خاصة. إلى السعودية؟ نعم. وإلى يافع أكيد؟ إلى يافع، إلى كل مكان. طيب كيف الطريق؟ والله الطريق زي ما أنت شايف، ما يحتاج. هذا الطريق اللي في المدينة، كيف طريق السفر؟ الطريق السفر إذا كان المدينة كذا ما بالك بالمناطق اللي هي بعيدة عن الدولة وعن الطريق، مهملة تقريبا 80%، الطرقات مكسرة، حالة صعبة جدا يعني، فلازم الدولة تلتفت الموضوع هذا، موضوع الطرقات، لأنها تعود على نفع المواطن، نوع على الدولة نفسها. ولكن في صعوبات كثيرة يعني، تتكسر السيارات، سيارات الناس تتكسر بسبب الحفر هذه، بسبب تعرف. الطريق طول؟ طول المسافة تعرف، اليومين تقريبا، يومين أغلب مسافة للسعودية يومين. طيب قبل الحرب كم كانت؟ كانت أقل كذا، قبل الحرب كان يوم واحد، تروح من جدة مثلا توصل لها هنا يوم واحد 24 ساعة. الآن يومين. يومين بس داخل عن داخل المسافة مثلا بين المناطق الشمالية مثلا، هناك في ما عاد في طرقات، سيل وصحراء يعني الطرق أخس من عندنا. الناس تتعب تتنكد في هذه المشاوير، في الطرقات هذه تعرف. طيب الطرق الخارجية تكلمنا عنها، الطرق الداخلية، الطرق المقطعة خاصة حاليا، الناس يضطرون انهم يروحوا طرق فرعية زي ما انت قلت، سايلة يروحوا. ايوه هذا هو، تعرف تعب وبهذلة، تبهذل العوائل، كيف يسووا الامراض؟ الامراض يعني حالة صعوبة فوق الصعوبة اللي نحن فيها، من الغلاء ومن التعب ومن كل شيء، كل شيء في اليمن. اليمن تروح للمسار يعني للانحدار، فوقها هذه تعب في المواصلات، تعب بالرحلات، تعب بالهذه، إلى الله المشتكى. تشتغل هنا بفرزة صح؟ تستقبل المسافرين أغلب الأوقات، أكيد لما يطلعوا معك المسافرين يتدمروا، يعني تلاقي حالتهم. اليمني غدو خلاص، غدو يعني فيه مناعة يعني، خلاص غدو عارف خلاص يعني ما عاد يحتاج يشكيل لك ولا يتكلم، خلاص اللي يصير له واللي من التعب ومن هذا خلاص يعني أصبح بدأ يتعود على الواقع اللي نحن فيه، أصبح روتين. ده الآن في الشوارع الرئيسية، هذا شارع 90، المفروض شارع وجه داخل عدن، شارع كبير جميل، مش معقول يعني دقيقة جرافات، لو في زفلت شوية جرف الباقي اللي كان، وأصبحت رملة وصحراء وتراب. في الدول قلت لك يعني ما عليه حياة هذه صراحة. الله بيعين.
الله يحفظكم، يعين الجميع ويعطيكم العافية أنتم الشباب إن شاء الله. الجيل هذا الجديد إن شاء الله فيكم الأمل بتغيير الواقع اللي نحن فيه. يعطونا فرصة، بس يعطوا الشباب فرصة، الأفضل أنتم الثمرة، يعطوا الشباب فرصة وإن شاء الله بيشوفوا التغيير. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، كل عام وانتم طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، نحمد الله على كل شيء. عرفني باسمك؟ عارف علي ثابت العامري. نعم عارف. تشتغل فرزة صح؟ مشتغل فرزة من عدن إلى المكلا. إلى المكلا. طيب يا عم عارف بسألك، كيف الطريق معك؟ والله بعض الصعوبات تحصل من النقاط، وبعض الصعوبات بالحفر والمطبات وال. نتكلم عن الحفر والمطبات ورداءة الطريق. ما رداءات الطريق، ده أسوأ طريق على الخط هذا، يعني من لما تخرج من الخوخة لما توصل المكلة، يعني مطبات وتقطعات وحفر وبطانيق يعني، وإذا كان في واحد غشيم عن الطريق يا يودي في حياته أو يعيش معاقبة المكان هذا. طيب يعني هي صعوبة الطريق هذه، أنت كسائق أكيد تطلع معك عوائل، تطلع معك أمراض، كيف سو؟ والله بعض الأحيان يا أما يسبوك أنت السائق، يا أما تحاول أنك أنت تهديهم بالطريق، إذا كان أنت إنسان سائق غشيم على الطريق المكان الذي هو تعد، تحصل قليل من الصعوبات أنك تفهم مع الراكب أو مع المريض، العائلة المريضة أو الراكب أو أي واحد، بس بسوء أخلاقك أنت تحاول أنك تغطي هذا المطبات والحفار. طيب الآن كم الطريق تقريبا، كم يأخذ منك وقت؟ والله ما بين 9 ساعات 10 ساعات أو 11 ساعة ما من المكلة. لا ليش بتقيش الطريق الثاني طريق أبيان؟ هي هذه قد طريق أبيان الساحلي عاد، لو قزعنا طريق العرقوبة الأول مسافة أبعد من كذا. طيب وقبل الحرب كم كان الطريق؟ كانت 6 ساعات وانت في المكلة، الآن تعملها 10 ساعات 11 ساعة، وعادوا لقيت رجال الأمن يعني في من هذو من القليلين الذي يفحصوك يعملوا، تعملوا ما 12 ساعة. الله يعينك ويوفقك إن شاء الله، وشهرك مبارك، وعلينا وعليكم إن شاء الله أجمعين وكل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك. سالم محمد. عم سالم، انت تحمل ركاب؟ نعم. الى فين؟ الى معرب الوديعة والعبر. كيف الطريق معك؟ ما الطريق الله يستر، كل حفر ومضبات وكل الطريق انا خيبها الله. دحمل 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 الله يستر منه، ولا كثيرين وحوادث تحصل فيها، والمهم تودي السيارة اول تريب يعني نص قدلها لازم تتفاقد بها، فقد بعد ضروري كل ما توصل يعني اول مشوار يعني تحط فيها يعني اكثر من 100,000 او 150,000، هذا لها من كما من مقصعات لا دومات، هذا لا كل يعني تواير، كل تريب يروح عليك كفر فيه نادر، لا وفق الله بتريب. المهم معانا كثيره يعني تعامل من السواقين. هذا كسائق هذه معاناتك، كمواطن وراكب؟ الراكب الله يعينه، سمك بالله أن يصلى قده دايخ يعني تعبان، وصل متواجد هو في الخط يعني يمرض يمرض، ودي والعوائل قده الله يستر عليها يعني كل ساعة يعني، وانت توقف لا تدور على استراحة لازم يعني، كل ما بيتك أكثر من ساعتين ثلاثة توقع لك استراحة، وتخليهم قليل يأخذوا لهم نص ساعة ساعة وها هو قادر ترح عليه. من هنا لمارب كم ساعات؟ ترى يعني يديك 15 ساعة. لمارب. الوديعة؟ ولا الوديعة يعني نفسه. نفسه، أيوه خطين يعني تفصل كذا وكذا. وأقول لك أحتاج إلى طائر هذا خطنا، بس الله يستر يعني أبوي من قدرنا يعني مدمبلين يعني فوق هذا الخط. يحتاج طيران؟ أيوه، يحتاج طيران لأنك مالك مسافة يعني ليل يوم وليلة وأنت دايرك تمشي. فص يعني تورك. قبل الحرب كم كان الطريق؟ قبل الحرب يعني تمام. كم كان ساعات؟ قريب يعني كان يعني في جدع البيضة، ها؟ من صنعاء إلى مارب
ساعة ونص من صنعاء إلى مأرب، ومن عدن إلى مأرب ما يتعادل 7 ساعات، يعني نقول 8 ساعات. 8 ساعات بالكثير مع الاستراحة مع كل شيء. الآن دبل، الآن معك يمكن فوق 1000 نقطة، 1000 نقطة في الخط، النقاط وعور الطريق وحفر والحفر والمطبات والأروان والجمال والبترول، بغل البترول هذه الأيام، وطرق فرعية، وطرق فرعية مالك سعر الدبل البترول 27,000 26,000، هنا في عدن وفي مأرب 8,000 ريال، يعني فرق بين عدن ومأرب إيش الفرق؟ كلنا مواطنين يمنيين لكن معانا عند الله كله. طيب الراكب كم تأخذ الراكب بكم؟ شيل له 40 35، إذا كنت معه أعطاك ودي ماشي معها يعني 40 35 كذي ترى. أيوه أيوه. وهو عاد مش مخارج معاكم؟ مش مخارج معنا، والراكب مش معه مخارج. حما تقول له ما عاد تجي ما عند البترول بعد حما يطلع معك ويشوفك إنك تشيل الربطة وتدي صاحب البترول المحطة، ما يقول والله ما عاد شي، وين عاد الباقي؟ يقول لا خلي البترول. قبل كم كان؟ الفرق كان 15. ايوه كان في 2014 ب16,000، ايوه، وقبلها 2013 كان ب 7500. كان مخارج معاكم كسواق؟ كان مخارج معانا اللهم لك الحمد، كنا في نعمه. لكن الان الان تحمل ب 300,000 ب 400,000 توصل لمارب معك 70,000. ربحك ربحك وانت قاعد هنا في الفرزة شهر شهر ونص متغرب عن عيالك، توصل هناك معك 70,000 إذا راح عليك تاير ب 300 ريال سعودي. والله أنا مش داري أقول لكم غير الله يعينكم ويصبركم، وإن شاء الله ربي يصبر الشعب اليمني كامل. يا الله نسأل الله أن يكون حق رمضان، حق هذا اليوم الصيام ورمضان، إن الله يصبر الشعب اليمني لأنك شعب عظيم. الشعب اليمني شعب، حد يختلف علي إنه شعب عظيم. أنا تشرفت فيكم وشهركم مبارك، كل عام وأنتم بخير. حياك الله، كل عام طيب إن شاء الله. آمين وإياك. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نختم فقرة كلام الشارع، وأعتقد أن الشباب وضحوا صعوبات الطريق. ننتقل إلى فقرة أخرى، خلوكم معي. رجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين في فقرة مشوار الخير. فقرة مشوار الخير اليوم فقرة مختلفة تماما، مجموعة من الشباب معهم عربة فود تراك هي كافيه، والكافيه هذا له أثر عظيم واسمه أثر ولو من اسمه نصيب. أعزائي المشاهدين تعالوا نتعرف على صاحب هذه الفكرة ونشوف إيش سبب تسميته الأثر، وأثر هذه بالضبط إيش تسوي. تعالوا معي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عرفني اسمك. جمال فتح. يا جمال أنت متطوع هنا وعامل بنفس الوقت. نعم. طيب كم يوميتك؟ حاجة خاصة. أنا سمعت إنه يوميتك ما تزيدش عن 4,000 ريال، صح؟ نعم صحيح. إيش سبب إنك مستمر في هذا العمل؟ وتقادر إنك تروح تشتغل في أي مكان بتلاقي يومية أكثر؟ والله أول شيء نشتي نطور المكان، والمكان لأنه أول حاجة خيري. المكان طبعا يعني يشجعك لأنه أول حاجة خيري، فتعمل عمل خير. نعم، فأنا قد أقول أعمال كثير من كذا، فتعملك أقول أكثر من 3 أعمال فرفضت، فقلت أنا بستمر في هذا المكان من ناحية أطور نفسي، أطور المكان ويكبر المشروع. تلاقي أجر. نعم. طيب يا جمال، أنا الشيء أروي المشاهدين أنه مش لأنه أثر مشروع خيري يقولش له منتجات أي كلام، في منتجات فيها كواليتي وطعم ومتعوب عليها، صح ولا لا؟ نعم. فايش بتحضر لي اليوم؟ اليوم بحضر لك فرابي بالماكس سلة. طبعا احنا لانه مقاطعين انا شفت البوتيكات كلها مقاطعه. نعم ايوه، فوفرنا بدل النوتيلا الماكس سلة. طيب. اليوم بسوي لك فرابي بالماكس سلة. بحاسب عليه طبعا. اشي عادي. يلا بنشوف. أعزائي المشاهدين، اليوم أعرفكم على شخصية عظيمة، عمر محمد صاحب الفكرة لمشروع أثر. كيفك يا عمر؟ اللهم لك الحمد، بنعمة من الله. يا عمر، شيك تكلمني عن أثر بشكل عام.
والله مشروع أثر هو عبارة عن سلسلة من مشاريع مبادرة بناء النهض، المبادرة التطوعية الخيرية الشبابية. اشتقينا اسم أثر من عبارة إنما الإنسان أثر. جاءت فكرة أثر من عبارة اللي هي يقول لك لا تعطني سمكا ولكن علمني كيف أصطاد. كنا عبارة عن مجموعة شباب، كنا عبارة عن شبكة في مبادرة بناء النهض بين فاعلين الخير والتجار والأسر المتعففة. ولكن في أي فعل خير، عندما تقبل على فعل خير ضروري يكون في فاعل خير بسندك بظهرك يعني. فقررنا مشروع أثر الخيري هو يكون الدعم الرسمي لنا، بحيث أنه ما نحتاجش لفاعلين خير كثير. يعني مشروعنا هو يعيلنا نفسنا بنفسنا. طيب فكرة أثر أنه عربة فود تراك، عبارة عن كافيه صغير متنقل. اللي أنا سمعته من الناس أنه في عامل تعطوه أجره اليوم يتخرجوه، وخمسين بالمئة من الدخل تكون للمشروع، وخمسين بالمئة تروح للأسر تسووا فيها مشاريع. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح. واللي هو لا، في عندما نعمل نحن قرد شهري، فتخرج 50% بضاعة للمحل و 50% تروح فتح مشاريع الأسر المتعففة. ولكن في بعض الأحيان تجينا حالات طارئة، مثلا رجل عنده بكرة عملية وما فيش عنده مبلغ انه يعمل العملية، فنضطر انه نخرج له من مبلغ صغير نغطي به يعني العملية حقه، بحيث انه يدخل المستشفى ويعمل العملية. فلكن في بعض الأحيان 50% حق المشروع يعني نحن نحتاج سامان أقل من 50%. فاللي بتبقي مثلا 30% اللي هي نفتح بها يعني سامان المشروع، ال 20% نطور بالمشروع. زي ما بدأت المشروع، بدأت حق المشروع بنكهة موهيتو، الآن قلنا معي 3 سلاش، بدأت بخمس الآن معي 14، فأطور مشروعي بنفس الوقت أدعم الفقراء والمحتاجين. طيب بحيث فرع ثاني. طيب معي سؤال، هذا هو الفرع الثاني، متى بيكون الفرع الثاني؟ وهل في فاعلين خير أو جهات بنت مشروعكم وساعدتكم؟ ولله الحمد، أهل الخير كثير لا ينتهون، يعني بفضل الله بتوفيقه المشروع هذا من بدايته لنهايته كله بتوفيق من الله وفضل فاعلين الخير، يعني لم ندفع شيء من أموالنا. وبإذن الله المشروع الثاني، سؤالك عندما قلت المشروع الثاني متى بيفتح المشروع الثاني، عندما يقوم هذا المشروع على رجليه ويستوي فيه ما شاء الله، يعني دخله يكون حلو والناس كلها تعرف من أثر ويقبلوا علينا بإذن الله، بنضطر نفتح في فاعلين خير. في فاعلين خير بشرونا إنه بإذن الله بهم بيفتحوا لنا المشروع الثاني، بس بإذن الله نحن نحتاج إنه المشروع الأولي هذا يقيم نفسه بنفسه والجميع يعرف من أثر ومن مبادرة بناء النهض التي بإذن الله بتكون مستواها على مستوى عدن جميعا. طيب يا عمر، أنا قبل التصوير ركزت على شيء، أنه أنت كعمر أو الشباب تبذلوا مجهود للعربة، بس بنفس الوقت معاكم مشاريعكم الخاصة اللي تصرفوا فيها على نفوسكم، زي أنت معك كمان بسط عطور تقريبا، صح ولا لا؟ فهذا الشيء اللي عجبني، أنه بعيدا عن عمل الخير أنتم كمان عشان تصرفوا على نفوسكم ما تحتاجوش أنكم تأخذوا من مشروع أثر، عاملين مشاريع خاصة فيكم. يعني نحن كل واحد يشق طريقه في حياته، يعني عندنا أعمال، عندنا التزامات، عندنا، لكن في أي إنسان يحصل على وقت فضاء، يحصل على وقت فراغ، وبعض الأحيان نحاول نفرغ نفوسنا من أعمالنا الخاصة من أجل مشروع أثر، كله يعني تجارة مع الله. طيب يا عمر، تجارة مع الله هذه أفضل كلمة سمعتها اليوم. يا عمر، كم عدد المتطوعين اللي معك؟ والله نحن في مبادرة بناء النهض يعني ما يقارب 30 إلى 40 نفر، ولكن عندما ننشر في ناس يعني مش معانا من ضمن مبادرة بناء النهض، إنما يعني يحبوا ينشروا، يشلوا الستوريات حقنا، يعملوا له سكرين دكساء وينشروا معنا. يدعموكم؟ يدعموا. يدعموا يعتبر. يعني لا، المبادرة هذه ليست قائمة على 40 نفر، وإنما قائمة على شباب عدن جميعا. وأنا أول شخص حابب إني أقول لك إني متطوع وجندي من جنودك. الله يسعدك يا شيخ سالم، الله يحفظك. طيب يا عمر، قبل ما نروح ونشوف إيش المشاريع اللي سويتوها، احنا في برنامج مشاوير في فقرة اسمها مشوار الخير. فقرة مشوار الخير دائما نسلط الضوء على ابطال ملهمين بس يسلموش للحياة، بل يكافحوا يعني يعافروا من اجل الاكل اللقمة الحلال. بس اليوم فقرتنا مختلفة، انه في جهة او في شباب يحاولوا انهم يساعدوا هذول الاشخاص، فعشان كذا احنا نقول لك احنا جنود معاكم وبنحاول ندعمكم بقدر المستطاع. ونبدأها مبلغ بسيط اللي هو مبلغ 150 ألف ريال يمني مقدمة كمساهمة مننا من برنامج مشاوير. هذا المبلغ بسيط، وإن شاء الله بكون على تواصل معكم بإذن الله. أعزائي المشاهدين، الشرف لي. أعزائي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا نروح نشوف المشاريع اللي سووها وناخذ نبذة عنها، واللي حابب أنه يساهم ويدعم أثر يتواصل معي وانا بوصلكم الاخ عمر. موجوده كمان صفحاتنا بالانستغرام وبالفيسبوك، موجوده معنا صفحاتنا. اعزائي المشاهدين، الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا غدا في نفس الموعد.
على قناتكم اليمن اليوم.